السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناتي التعليمية. في هذا الفيديو إن شاء الله سنستمع إلى النص السماعي الفنون. الفنون: الفن نافع في حياة الإنسان، والفنانون هم الذين يصنعون عقلية الأمم ويكونون شخصيتها ويعطونها مظهرا تتجلى به بين الأمم. فإذا ذكرت عصري الموحدين والمرينيين بالمغرب، فكرت أول ما تفكر في صومعة حسان والكتبية ومدرسة العطارين ومدرسة أبي عنان وما إلى ذلك من الآثار، لأن هذه الإبداعات الفنية هي التي تختصر لنا عقلية تلك الأجيال الماضية. الفنانون إذن وآثارهم تعمل عمل الكاتب والمؤرخ، بل ربما فاقته، إذ تزيد على منفعة الأخبار لذة الجمال ومتعة السرور. إن من يولي الفنون شيئا من دقة النظر يجدها تقدم لنا دروسا دائمة في التربية والأخلاق، وتبين لنا حقيقة الحياة التي يجب أن نعمل لها. فالكتاب يهذبون عقولنا وأذواقنا بما يزيدون في ثروة اللغة والأدب من حيث الأخيلة الرائعة والأفكار الصائبة والتصورات العجيبة التي توجهنا أحسن توجيه في حياتنا، وتفتح لنا المجال لحياة روحية سامية ننسى فيها أتعابنا وأحزاننا ونستمتع بالجمال ونشعر باللذة الفنية. والرسام يهذب بصرنا بما يظهر لنا من الصور البديعة الأخادة، والموسيقي يرقي سمعنا بما يقدم من الأنغام العذبة الساحرة، والنحات والمهندس كلاهما يعطينا بيانا شافيا عن فكرة التوازن والانسجام. ومن مزايا الفنانين التي تظهر عظمتهم وتزيد سموهم أنهم ينشرون بيننا مزية من أسمى المزايا، ألا وهي النزاهة والنظر إلى الدنيا بعين ترنو إلى المثل العليا، وعظمة أية أمة لا تقاس إلا بمقدار ما أنجبت من الفنانين وأنتجت الآثار الفنية. إن تاريخ الأمم هو تاريخ فنانيها من كتاب وشعراء وموسيقيين وغيرهم. وأعظم الدول هي التي طال فيها شباب الفنون وامتد فأنجب كتابها وشعراؤها ونحاتها ومهندسوها ومصوروها أعمالا جليلة خليفة بهذا الشباب الريان. وأعظم جريمة يرتكبها شعب من الشعوب هي عدوله عن تراث أجداده الفني واستخفافه بهذا التراث كيفما كان شأنه، ثم العمل بكل وسعه لأن يحيا حياة عصرية ترتكز في جميع نواحيها على المادة والآلات. بالتوفيق لكم إن شاء الله.